ليلى الحديوي تهز مشاعر متابعيها بصور كاشفة لكل شيء. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى لا تفوتكم الأخبار الجديدة. نشرت عريضة الأزياء والمصممة ليلى الحديوي مرة أخرى صوراً جريئة على حسابها بالإنستغرام تظهر تفاصيل جسدها ومفاتنها. وظهرت الحديوي في الصور وهي تمارس تمارين رياضية بسروال الفيزون الملتصق بجسدها، حيث كشف عن مناطق حساسة بدقة كبيرة، وتعمدت من خلال الصور إظهار بعض المناطق لإثارة وخلق الجدل. وتداولت الصفحات المختصة في أخبار المشاهير والنجوم الصور وسط تعليقات تنقسم إلى إعجاب وأخرى مليئة بالسخرية والانتقادات اللاذعة.